أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجنا. والنهاردة إن شاء الله عندنا موضوع عن التخويف، سلوك من السلوكيات المعيبة التي تحدث بين الزوجين، وغالبا بتكون من الرجل، يعني محاولة التهديد بالزواج من أخرى، وسرعة الغضب والعصبية، والتسرع في الطلاق. زعلنا من بعض جامد، طلقني انت طالق. طب ليه كده؟ طب اصبر. طب هو انا اقول لك طلق تطلق؟ وهنا النقطة دي طبعا موضوع هام جدا بالنسبة للزوجة بشكل أساسي. امتى الرجل يحق له ان يخوف زوجته؟ ولا مرة ولا وقت. امتى يستخدم التخويف والتهديد بإهدار الأمان النفسي؟ متى يستخدم هذا كعقاب لخطأ ارتكبته الزوجة؟ ليس هناك أبدا أي مجال لهذا العقاب، فقط نقول قدر الله ما شاء فعل. في حاجة مهمة لازم نقولها ونتكلم فيها. أحد الناس بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعد كم خطأ أعاقب الخادم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشح وجهه عنه وما جاوبوش. فجاله من الجهة اللي فيها وجهه صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه السؤال: من كم غلطة يا رسول الله أعاقب الخادم؟ فأشح النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التانية بوشه ومرضيش يجاوبه، فأعاد عليه السؤال للمرة الثالثة: إمتى يا رسول الله؟ بعد كم خطأ أعاقب خادمي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بعد 70 مرة. يعني بعد 70 خطأ يخطئ الخادم في أدائه لمهامات الخدمة، في مهامات الخدمة، إذا أخطأ 70 خطأ بعد رقم 70 أعاقبه، قبل 70 لا. ده الخادم، فما بالك بالزوجة؟ بعد يا سيدي ما الزوجة، نعتبر الزوجة خادم، فبعد الزوجة ما تغلط 70 غلطة ابقى فكر عاقبها بداية، ثم نتكلم هل التخويف ومحاولة تبديد شعورها بالأمان هل يجوز كمان ده انه يستخدم كعقوبة او لا؟ الكلام ده كله هنتعرض له ان شاء الله من خلال سؤالنا النهاردة في المشكلة الجديدة اللي معانا، وان شاء الله نتعرض للإجابة عليه. نسمع مع بعض السؤال، تفضل. جوزي دايما عصبي وصوته عالي، وكل ما بتكلم معاه ما يعجبوش كلامي ويهددني دايما بالطلاق، يا اما هيتجوز زوجة تانية عليا. وفعلا في مرة وهو عصبي قال لي انت طالق، ورجعني تاني بعدها، ومن ساعتها وانا بخاف ان انا اتناقش معاه علشان خايفة على بيتي وولادي، اتعامل معاه ازاي؟ جميل جدا. يعني انت حضرتك باختصار شديد جدا مش عايزة البيت يتخرب، اوكي؟ طيب ليه حضرتك تأتي بالأمور التي بسببها هو يهددك بزوجة أخرى؟ هنقول حاجة مهمة جدا عشان بس إيه ما نبقاش إيه بنحيد عن جهة الصواب. في إنسان عاقل ممكن يدخل يقول لزوجته: والله أنا إن شاء الله أنا كده أنا هتجوز واحدة عليكي. ليه؟ كده؟ ولا ده قطعا هو بيكون رد فعله عليكي في 1 2 3 4؟ اوكي هتقولي لي بس الحاجات اللي هو ممكن يستفز بيها دي امور هايفة وتافهة، واصلا امور ما تستدعيش للعصبية. عارفة ليه الامور دي فعلا تافهة؟ بس دي بتشكل او دي بتصور القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني ايه؟ يعني سوري، هو معبي منك خالص،
وباختصار شديد أقول لحضرتك نسبة تكاد تتجاوز 87% من الرجال لا يستفز ولا يستثار ولا يغضب أبدا إلا من مدخلين: طعامه ومنامه. أنا بقول لحضرتك الكلام اللي هو بيشكل نسبة أكتر من 73% من القيم الفكرية عند الرجل الذي يثير الرجل ويغضبه فعليا: فمه وفرجه، حاجته لغريزتي البقاء الطعام والمنام. حضرتك تفقدي تماما هذين الأمرين معه، إن وجدت قصور فيهم فاعلمي إن هو ده القصور اللي هو مش قادر يوضحه لك، مش عارف يحكي فيه. ومش عايز أقول لحضرتك إن أغلب الظن الذي يضايق زوجك هو حالة من حالات التقصير نحوه في مسألة علاقتكم الحميمية. ليه؟ لأنه بيقول زوجة تانية، في حاجات كتير ربما أنت مش في دماغك. لكن اللي عايز أوصله لك إنه مشكلتك تحديدا الرجل الذي يهدد بزوجة ثانية، هو يهدد، أنا أقول يهدد، أما الرجل الذي بالفعل هو يفكر في ثانية وثالثة ويتزوج، ورجل يحب الزواج، هذا رجل عاشق للنساء، يحب التنوع ويحب من هذا ومن هذا ومن هذا، والله سبحانه وتعالى جعل النساء بالفعل للرجال متعة وجعل الرجال للنساء أيضا متعة، هذا أمر حقيقي، وإلا ما قال الله سبحانه وتعالى: وانكحوا ما طاب لكم. ما طاب يعني ما طاب؟ شوف أطيب شيء لوجدانك، لنفسك، لأنفك، لأذنك، لعيونك، ها، الأنس أأنس شيء وأطيب شيء ليك، اختار ما طاب لكم. كان من الممكن أن يقول وانكحوا من النساء مثنى وثلاث خلاص القضية قضية زواج، يعني زي ما نقول مسألة هندسية، لازم عشان الإنجاب، عشان الخلق، عشان استمرار الحياة، فلازم يبقى زوج وزوجة، وبالتالي انكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع. لماذا كلمة ما طاب لكم؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرم عليه النساء بعد هؤلاء التسع، لا يستبدل بواحدة منهن واحدة أخرى، مش كده؟ تحت أي ترتيب، ولا يأخذ غيرها، يعني هو ما يأخذش فوقها واحدة جديدة، ولا يسرح واحدة ويأتي بغيرها، وإن أعجبك حسنهن. يعني أعجبك؟ يعني أعجبك حسنهن؟ هو في نقاوة؟ طبعا. ليه كده؟ الأمر لازم يكون فيه توافق حسي وشعوري، كيف تنشأ الرغبة؟ كيف تكون المتعة؟ هؤلاء هن وهم امتاع لبعضهم البعض، ده أصل وموجود، ده لازم، ده في الإنسانية موجود. في إنسان في العالم لا يستلذ بالطعام فينتقي منه ما هو طيب له وما هو ليس طيبا له، ممكن يختار هو شيء طيب بالنسبة لي أنا، هذا الشيء مش طيب وغيري، وأنا لي اختيار غير اختياراته خالص، وده الطبيعي، ده التباين الطبيعي بين البشر، لأن البشر كله غير بعضه. ولكن في النهاية نستطيع أن نتوافق سويا، تستطيعي محافظة على بيتك أن تتوافقي معه، املئيه، اشبعيه من أي أمر يتعلق بزوجة تانية أو تالتة أو رابعة. وأعتقد أن حضرتك كسيدة تعرفي جيدا مغزى ما أقول. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.